إنتاج البذور وتكتيفها أولوية القطاع. وزارة الفلاحة تطلق تسهيلات جديدة لمن يرغب في الاستثمار، والخطوة الأولى توجيه المزارع النموذجية إلى مكتفي البذور خاصة الاستراتيجية منها، ولأن المنظومة الإنتاجية ترتكز على البذور والهدف قطع التبعية. الدولة راح تتوجه بدعمهم أولا من خلال اقتناء بذور نوعية ثم تكثيفها حتى نتحصل على بذور جزائرية ذات نوعية جيدة تساعد الفلاح يعني في رفع مردوده في مختلف المنتوجات، وهذا أولا راح يخلينا نحقق أمن غذائي حقيقي بداية من الصفر، يعني بداية من البذور. نعم، لأنه بنك الجينات يعني هو مطلب وجب الدولة أن تواكبه، لأنه البذور الهجينة يعني هي تقريب هي المطلب رقم واحد للفلاحين، لأنه المردود تاعها يكون كبير. تفعيل دور المعاهد التقنية وتزويدها بالإمكانيات بما يمكن مكثفي البذور من مواصلة الإنتاج خاصة الحبوب. الجزائر قطعت شوط كبير فيما يخص إنتاج البذور الماء قبل القاعدية ولا القاعدية، وبكثافة كبيرة وبأنواع عدة، والمرافقة للباحثين الجزائريين اللي هما موجودين من أجل هذا، وهذا هو الشيء اللي خلى الدولة الجزائرية عن طريق وزارة الفلاحة تمشي في إطار تطوير وتوجيه إنتاج هذا البذور ككل من الحبوب إلى الخضروات. توسيع إنتاج البذور القاعدية وما قبل القاعدية وتكثيفها بما يتماشى مع متطلبات التحويل ومعايير التصدير، انتقاء البذور والبداية مع إعادة رسم خارطة إنتاج ومراعاة خصوصية كل منطقة، والهدف رفع المردودية والتحرر من الباخرة، والمطلوب إطلاق بنك الجينات للحفاظ على البصمة الوراثية اليوم قبل غد.